دلوقتي في معلومة مهمة جدا جدا لازم تعرفها كمصمم برنامج الله أكبر الله أعظم، اللي أنت إزاي أول حاجة تظهر الشكل ده اللي هو فورم واحد اللي إحنا نفذناه اللي هو صممنا البرنامج اسمه دي إن 2018. يبقى أول ما نفتح البرنامج يظهر لنا ده إزاي؟ يبقى نقف هنا عند كلمة فايل وبنختار كلمة أوبشن، تمام كده؟ بعد كده بنختار الكلمة التانية، وبنختار اللي هي الكلمة دي اللي هي فورم 1 وتدوس اوكي. اوكي بيقول لك اقفل بقى الداتابيز، ماشي هنقفلها مش مشكلة. تعال نفتح كده، تمام. يبقى أول حاجة جابها لي اللي هو الشكل الأول، بعد كده بيحصل إيه؟ دخول البرنامج، ناقص دي فاضية ودي لسه فاضية. طب دي هنعمل فيها ايه؟ هنحط ايقونة البرنامج. طب دي نعمل فيها ايه؟ هنحط خلفية للبرنامج، تمام كده. يبقى اول حاجة لازم نعرف نصمم الايقونة ازاي، وازاي نحدد الـ الخلفية المناسبة للبرنامج.